نعم، المعارضة منى الباكستانية في هذه الفترة تقوم بتحركات فيما بينها للعمل على إسقاط الحكومة، ومن المرتقب اجتماع لزعماء حزبي جمعية علماء الإسلام وحزب الشعب الباكستاني اليوم للتناقش حول التحرك القادم ضد حكومة عمران خان. لكن عمران خان كان قد ألقى كلمة في تجمهر سياسي في إقليم البنجاب أوضح فيه أن حكومته جاهزة للتصدي لأي تحرك من قبل المعارضة الذين وصفهم عمران خان بالفاسدين، والذي أكد على استمراره في محاربتهم بسبب فسادهم، وأنه لن يضع يده في أيديهم لتقديم أي تنازلات لهم. المراقبون يرون بأن الوضع السياسي في باكستان قابل للاشتعال مرة أخرى، ولكن ذلك يعني يتطلب الكثير من قبل أحزاب المعارضة الباكستانية، خاصة وأنها فشلت عدة مرات في السابق في إسقاط الحكومة. ولكن ما يراه المراقبون أنه قد يشكل خطر على حكومة عمران خان هو توحد المعارضة فيما بينها ضد حكومة عمران خان.